الهدية غالية ترى. أنت أغلى والله. والله أنت أغلى. فاحرص احرص. لازم تفوز. احرص الله. أنا ما ودي أرجع وهي معي. أنا إن فزت. هذه الهدية. شكلها جدة. يلا يا شباب. أيوة. تدري كادت أن تكون في سبب إسلام. أوف. واحد. ممكن تعطينا القصة باختصار؟ والله. ها؟ لا عادي مو باختصار قولها. قولها. لا والله صحيح. أيوة قول. كنت أيام زد رصيدك أيام البرنامج كان في جوع تذكر أنت. لا لا أنا كنت جوع أنا كنت أعطش. لا والله كنا ناكل حلو ورقه التنين خلنا بكمل والله ما يخلينا كمل قول اسلم روح روح اطلع برا لا لا الحين يلا والله صحيح كنا وكان معي تنك انت ما قلت الهديه الحين تمام لا لا مثل هذه والله نفسها يعني نفس الهديه هذه وكل شيء نرجع لل كمل يا تنك يا هذا انت تحكي بقصة مشفرة يلا لا لا والله معي صندوق يعني نفس صندوق انتم جبتوني العيد الحين خرجتوني علي يا رجل هذا حجمه كذا والله طيب واحد جاع طيب شوف كان عندك خلاص الناس 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 كمل كمل كيف بعد البرنامج لا صدقني كيف لا القصة والله ترى انا ما ادري هو يقول انا قسيس في كنيسة ايوه ممتاز لا أنا مسلم من أمة محمد وكاد أن يسلم لكن ما فيه أسلوب عندي الظاهر إنه زاد كفر لا 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 هو عشان قصده عشان الهدية بس أنت هديته الهدية ها هديته الهدية هو علشان الهدية أنت الحين الهدية مشفرة قلت هي تنكة وإحنا كنا جعانين تؤكل يعني إيش لا ما قلت أنا قلت بحرف الكاف لا ها كبسة يمكن كبسة يلا نبدأ بذي داري داري خربنا نبدأ